أول شاعرة بنستضيفها في عوام في بحر الكلام. أنا سعيدة جداً بالاستضافة دي، وسعيدة أكتر إن الأول مرة بيحاورني شاعر كبير زي حضرتك. الله يخليك يا كوثر، يعني الله يخليك. أكيد اللقاء هيكون جميل يعني. منورانا. ربنا يخليك. زي ما نورت كده سماء الأغنية. ربنا يخليك. بأعمال كتير ناجحة بيحفظوها الناس وبيرددوها، وهبدأ معاكي من الضرب الأحمر. وأقول لك أنت بنت الضرب الأحمر، المكان اللي اتولدت وعشت فيه في الأول، هل فرض عليكي نمط معين من الحياة، نمط معين من الثقافة؟ هو برغم أنه كان حي شعبي بسيط زي كل الأحياء الشعبية في مصر، بس حي عريق في أصول وعادات وتقاليد وأنا أسرتي بالذات كانت ليها أصول أشد من يعني شوية أكتر شدة من كل الأعراف اللي موجودة في الحي. فطبعا تكوينة كده عارف خلقت فيا حالة مختلفة، يعني ما الحي الشعبي بناس البسطة بالبياعين بالطيبين بالحارة بإحساسها الفقرة اللي فيها البيوت القديمة حتى السلالم المكسرة في البيوت دي، البيبان الخشب، الشبابيك، المشربيات، حاجات كتير قوي سجلت جوايا. الأسرة اللي نشأت فيها كوثر، هل كان عندها التفاهم لتعليم البنت مثلا وللمواهب، ان البنات يعبروا عن مواهبهم، كان ايه الوضع يعني؟ الأسرة أب وأم. ايوه. اميين بسطة. ايوه. عندهم 8 ولاد. متفهمين قوي وحابين قوي فكره ان اولادهم لازم يتعلموا اعلى تعليم. بس فكره مواهب وانهم يفهموا ايه اللي بيحصل ده، وما كانتش الفكره دي ما كانتش مطروحه ولا كانت موجوده. يعني لحد التعليم فول ستوب. لحد التعليم خلصنا. اهلا وسهلا. الاب راجل طيب وبسيط قوي ومكافح جدا عشان خاطر ولاده، بس ابنه الكبير اللي هو اخويا الجميل برغم ان هو مهندس ديكور وكمل تعليمه بره وكده، لانه هو كان شويه شديد علينا كبنات. فكرة 5 بنات اخوات لي قد خضاها، فكان شايف ان الشدة والحساب وبالدقيقة وتأخرتي وعملتي وما عملتيش والثواب والعقاب وكده، هو ده الأحسن حل مع 5 بنات. انت كتبتي حاجة عن المرحلة دي؟ يعني كتبتي عن مرحلة الحي ده سجلت ده صورة في قصيدة كده لطفولتي. اسمها أيام ديسمبر. أيام ديسمبر. الزمان صورة جمال وهي فوق كل الحيطان، مشدودة بخيوط الأمل، متشعلقة في حلم أجمل من الخيال، والمكان بيت كبير جوه حارة جوه حي على باب ويافطة نحاس قديمة. كنت لسه يدوب بقدر أجيب كرسي صغير واطلع عليه، أشب طول صندوق قماش أمي الكبير، واسرق شريطة لونها أحمر تبقى جميلة لو كانت طويلة وكانت حرير، وأقعد في يونكة كبيرة خالص وأخرج أطير أسبق بنات كل الحارات. كنت لسه يدوب بشوف بحس بعرف هو إيه طعم الحاجات. أول فرح جواب صغير جوه منه ملبسة، وسؤال بريء غبتي ليه من المدرسة؟ حسيت ساعتها إني بنت، ليا رسم وليا كسم وليا قد، وصوتي لو غنى يشد، وأول الخوف الكبير جوه قلب الفصل في الدرج الأخير، وعينيك بتقول لعيني كلام خطير. الله 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 الله، ده تسجيل حي، تسجيل جميل. يا ريت كل محاولة جزء صغير من المرحلة، هي الرحلة كلها أنا كتبها في قصيدة بس هي طويلة يعني.